لاجتبي من يقدم بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل الوصول هنا من ملهم القادم ملهم لمحمد بن مصبح بن عبيد بن يولك لاجتبي من يقدم بهذه الانطلاقة والأداء هناك الحنيش فقر بن مسلم بن سالم بن حميد لغفيلي من يأتينا على المركز هنا الخامس وسادس المراكز شاهين القادم هنا عمر بن مطر بن لاحج الهائري المنطلق على المركز السادس والمركز السابع المركز السابع وصل الشامخ هنا بهذه الانطلاقة حارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري من يقدم بهذا الانطلاق والأداء الجميل والتحدي شعار بن نصيب مع شيبوب خليفة بن نصيب بن خليفة لخيلي من يقدم لنا شيبوب ثامنا وتاسع المراكز يا تقناج ثاني بن عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي المنطلق والمركز العاشر المركز العاشر ياتي هناك الدكتور السويدان بن سعيد بن حضيرة بن اكتبي المنطلق مع الدكتور على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى واسامي خلف المراكز العشرة الاولى ايضا نتابعها بالعين المجردة وعبر ايضا قناة دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهري هذا اليوم هنا نتابع مشاهدينا الكروم الصدارة نتابع من غير ملهم 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 محمد بن مصبح بن عبيد بن يونك نكتبي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني ياتي الشميمي اشطيط بن محمد بن شلبود الخيري من ياتي على المركز الثاني المركز الثالث شيبوب خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي وشاهين رابعا هنا عمر بن مطر بن لاحج الهائري من ياتينا هنا بهذه الانطلاقة المركز الخامس المنطلق هناك الدكتور من الجانب الآخر السويدان بن سعيد بن حضيرم لاجتبي من يقدم على المركز الخامس المركز السادس القادم مرعب عمر بن علي بن محمد النيادي ويأتينا حوران هنا مطر بن محمد بن سلطان بن مرهان لاجتبي منطلقا بهذه التحديات الجميلة هناك أرى اسم آخر يتدخل ما شاء الله يتدخل في هذه اللحظة والقادم هنا مداهم الشفيان بن سالم بن محمد العامري هنا يأتي بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل تاسع المراكز المنطلق الحنيش الصقر بن مسلم بن سالم بن حميد الغفيلي وعلى المركز العاشر ياتي قناد ثاني بن عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي ولكن ارى شعار بن العوضي المتسلل بهذه اللحظات بهذا الانطلاق مع بطاش المنطلق بهذه التحديات الجميله نعود مشاهدينا الكرام الى الصداره نعود الى المقدمه الى المركز الاول الى صداره هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق والاداء المميز هنا وانطلاقه الشميمي 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 سلولة شميمي بن سبت ينطلق على الصدارة على المقدمة اشطيط بن محمد بن شلبوت الخيلي من يأتي على الصدارة على المقدمة هناك مرعب عمر بن علي بن محمد النيادي وحوران حوران حوران مطر بن محمد بن سلطان بن مرهان الاكتبي والقادم هنا ملهم محمد بن مصبح بن عبيد بن يونخ الاكتبي هنا بهذا الانطلاق والأداء المركز الخامس المركز الخامس ويتم داهم الشيان بن سالم بن محمد العامري وهنا الوصول الوصول من الواعي حمد بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري وصل هنا بهذه الانطلاق من قدم لنا مرسال في الشوط الاول الرئيسي للقعدان الانتاج ياتي هنا ايضا ويقدم لنا هنا الواعي بهذا الشوط القدوم من شاهين عمر بن مطر بن لاحد الهايري مع الكيلو متر الاخير هناك شاهين محمد بن غبشي بن محمد اللي اكتبي ايضا باول ندى هنا نعود هنا بشاهدين الكرام الى الصدارة نعود الى المقدمة الى المركز الاول حوران حوران من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط الله الله الواعي وعى ما شاء الله هذا الانطلاق حوران والواعي في صراع لنيل الفوز والناموس هنا والتحديات الاخيرة السلام
السلام والقادم القادم هنا أبا مرعب الثلاثية، ولكن الواعي 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 من غير على الصدارة، غير على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الواعي حمد بن محمد بن سعيد بن دبية العفوري، الله وحوران من الجانب الآخر محمد مطر بن محمد بن سلطان بن مرهان، والقادم هنا مرعب عمر بن علي بن محمد النيادي، الله ثلاثية، ولكن الواعي صامد على الصدارة، صامد على المقدمة وعلى المركز الأول، يبغي النقطة الثانية مع بن دبية، ولا هناك من الجانب الآخر من الجانب الآخر مرعب الواعي ومرعب وحوران ثلاثية ثلاثية، الله الله، ولكن الواعي صامد، الواعي صامد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الله مرعب يحاول الواعي ومرعب مرعب والواعي مرعب والواعي، ولكن هنا مرعب مرعب يتسلل إلى خط النهاية معلن الفوز وناموس عمر بن علي بن محمد النادي المركز الثاني، الواعي حمد محمد بن سعيد بن دبية حيران في المركز الثالث، هناك مطر بن محمد بن سلطان بن مرهان، ويأتي شاهين على المركز الخامس محمد بن غبشي بن محمد الكتبي بن حلة على المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع مشاهدينا الكرام هنا التوقيت الزمني ولحظة الوصول هذا الانطلاق والتحدي، هنا ايضا بتوقيت الزمني مقدارة لمرعب هنا ايضا 7 دقائق هنا ولحظة الوصول بهذا الانطلاق ولد 7 دقائق 40 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية والتوقيت الزمني المرعب. تهانينا عمر بن علي بن محمد النيادي، بينما المركز الثاني أتانا الواعي قدم عرض يشكر عليه لحمد بن محمد بن سعيد بالدبي العفاري، سجل 7 دقائق 40 ثانية و8 من الأجزاء من الثانية. أما ثالث مراكزنا فكان من نصيب حوران لمحمد بن سلطان بن مرخان لقتبي قاطع عن المسافة في 7 دقائق و41 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.